برحب بحضراتكم من جديد والبيت الكبير. رجعنا بعد الفاصل مع واحد من أبرز نجوم النادي الأهلي الكبار المخضرمين، للحقيقة يعني إحنا بنستفاد منه على المستوى الحقيقة يعني هنا، لأننا استضفناه قبل كده الكابتن الكبير كابتن محمود صالح مشرفنا، وطبعا لا يعني مش هتفوت الفرصة دي، وحضرتك أكيد يعني المفروض مشرفنا ونعرف آراء كتير من حضرتك ونستفيد منها كمان. أهلا بك كابتن. وحشنا كابتن. زي حضرتك. الله يخليك يا كابتن. أخبارك إيه؟ تمام الحمد. أقول لك نص مبروك، المبروك الكبيرة إن شاء الله يوم 6 إن شاء الله بإذن الله يا رب. لا بنقول لك طبعا مبروك طبعا، وأكيد زي ما سام بتقول لحضرتك خبرات كبيرة جدا جدا ومريت بظروف ومباريات كبيره وخبرات كبيره، وحابب برضو اعرف من حضرتك رؤيتك الفنيه للمباراه، ومين افضل العناصر يمكن من وجهه نظرك او من يعني النقاط اللي انت شايف ان موسيماني اداها بشكل مميز. لا هو طبعا ما فيش شك، هو تولي المسؤوليه اعتقد كان يعني مش اعتقد دي حقيقه طبعا، كان اختيار موفق الحقيقه. هو طبعا اسم كبير في بلده على مستوى الانديه والمنتخب، خبرته كبيره في المجال الافريقي والكره الافريقيه. يعني انا احساسي واكيد الاحساس ده وصل لحضرتك، الثقه يعني توفرت او تمت بشكل سريع جدا. سريع جدا مظبوط. انت عارف طبعا جهاز فني ومدير فني جديد محتاج وقت، تاخد وقت صح. اللاعب بيبقى حاسس ان هو في اختبار حتى لو اساسي، هيبقى وجهه نظره ايه؟ هيقيمني ازاي؟ لا انا شايف يعني الحمد لله واختيار موفق. اختيار موفق نسبة او وفقا لخبراته مع افريقيا والوداد تحديدا، ولا علشان النتائج الكبيره اللي حققها في وقت قصير هي ديت اللي حددت ان اختياره موفق في هذا التوقيت؟ هو طبعا ممكن الاختيار يجي يبقى يكون موفق كبدايه. انا اي اختيار من وجهه نظر حضرتك اي اختيار ممكن يبقى يعني نيجي نحسبها في ساعه حدوث الاختيار، يعني نقول ده اختيار جيد وموفق وتيجي يعني ممكن تبقى فيه بتلك حاجات تؤثر على نتائج الفريق على اداء الفريق. توفيق برضه بيخش معانا طبعا. انما الحمد لله الاختيار موفق وحصل نتائج كويسه وتوفيق كويس الحقيقه واداء يعني نتائج اعتقد ما اتحققتش قبل كده على مستوى البطولات الافريقيه، فوز بشكل كويس في خارج ملعبك وفي ملعبنا وتفوق بشكل كبير وواضح، وده طبعا بيدينا اطمئنان ان شاء الله وبيدينا امل كبير في الحصول على البطوله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. النهارده زي ما حضرتك قلت يمكن كنا حتى بنتكلم في الارقام القياسيه اللي حققها الاهلي في دوري ابطال افريقيا، واحنا تقريبا من موسم 2004 2005 من 15 سنه ما فيش فريق حقق الانجاز دوت انه فاز او جاب الفوز رايح جاي غير الاهلي في 2000 والنهارده 2020 21. فالنهارده ده انجاز تاريخي بالارقام يحسب للنادي الاهلي من طبعا. 15 سنه طبعا. وعلى فكره من 15 سنه كان الاهلي برضو والزمالك كان رايح جاي برضو، وكان الاهلي هو اللي محقق الرقم تمام. ده هو يعني ما فيش شك يعني النتائج والاداء زي ما قلنا طبعا ادونا امل كبير، بس طبعا البطولة ليها حسابات أخرى ولازم يكون نفس التركيز ونفس الأهمية ونفس الروح ونفس الإصرار، حاطين هدف قدامنا الحصول على البطولة. يمكن ليا أصدقاء يمكن كنت متخوف أقول لهم مبروك، أنا يعني عايز يعني ما بقاش في نوع من خلاص إن إحنا في ارتخاء شوية، أو أنت عارف حضرتك بعد طبعًا. النتائج الجيدة وحضرتك ممكن يحصل نوع من الإهمال شوية، فترة تأثر علينا في الفتره اللي بعدها. لا يعني بعتقد ده ودي الحمد لله مش موجوده عندنا، دايما النادي الاهلي بيسعى للبطوله ودايما الهدف دوت بيبقى هدف من الجهاز الفني، لا من اللاعبين، مجلس الاداره، من الجماهير، ففي توحد كلنا على الحصول على البطوله والهدف دايما بيبقى واحد. قد يكون يمكن اللعيبه ما عندهاش طموح بتاع في نادي معين بيوصل لفاينل او قرب انه يحصل على بطوله، لو الحاجات دي مش متوفره بشكل جماعي عند كل العناصر اللي بتكون الفريق والمسؤولين على الفريق سواء مجلس اداره او جهاز فني، لاعبين، طموح اللاعبين، فالحمد لله دايما النادي الاهلي دي بتبقى متوفره، واعتقد دي متوفره من زمان يا كابتن. يمكن من 15 سنة زي ما احنا قلنا من موسم 2004-2005 للسنة دي، يمكن الأهلي مفيش فريق فاز غير الأهلي ذهابا وإيابا رايح جاي غيره السنة دي، بيحقق الأهلي رقم القياسي ده كابتن محمود. يمكن شكل اللعيبة اتغير، الأداء اتغير،
أجهزة راحت أجهزة جت، لكن يبقى الإنجاز واحد، يبقى الاسم واحد، يبقى التحقيق الهدف واحد. أكيد طبعا. وما فيش شك الحقيقة في بعض العناصر يمكن في الفترة الأخيرة دي يمكن زاد مستوى بشكل ملحوظ، يعني إليو ديانج، سولية، ياسر إبراهيم، الحقيقة معظم اللاعبين أجاي، كل اللعيبة الحقيقة، مروان محسن، فدي حاجة كويسة يعني. حضرتك بتتكلم المستوى الفني لبعض اللاعبين يعني في الفترة اللي فاتت بعد رحيل فايلر أو مع فترات فايلر ما كانش ليهم تأثير، دلوقتي التأثير واضح؟ لا ولا لا، وحتى كان مع فايلر في بس قبل الكورونا يعني. ممكن الكورونا. ممكن الفترات يعني بتاع الكورونا أثرت يعني بشكل الأداء، الفرق بتحسن بشكل تدريجي لأن فترة القف طويلة شهور كتيرة، فيمكن ديت أخدت وقت شوية عشان كل يستعيد مستواه. إنما أنا يعني بعتقد إن إحنا من حظنا برضو وحظ الفرقة لما توصل كابتن للتوب فورم، أفضل مستوى ليك قبل البطولة النهائية، في حاجة كويسة، ودي تطمننا بشكل كبير إن فعلا اللعيبة إذا ما كانش كلها أغلبهم معظمهم وصلين للتوب فورم على الحلقة. مين أكتر واحد وصل للتوب فورم أو استعاد تألقه بشكل كبير من ساعة ما وصل موسيماني؟ شايف مين الأبرز من اللعيبة؟ أنا شايف ياسر إبراهيم وشايف إليو ديانج برضو. إليو ديانج وياسر إبراهيم. طبعا مروان محسن برضو يمكن هي كان عامل نفسي، بس هو ساعات ثقته في نفسه دي كانت حاجة كويسة. أفشة رأيك؟ وقفش طبعا ما فيش شك برضو طبعا مستوى زاد بشكل كبير جدا، وتأثيره مع الفريق بأدائه الحقيقة برضو أثر بشكل كبير. طيب حضرتك اتكلمت على ياسر إبراهيم، وكان في فترات مش بعيدة نقدر نقول كان بعض القلق من جماهير النادي الأهلي على خط دفاع النادي الأهلي، وكان في شوية قلق من الإصابات، وخاصة أنت عارف الإصابات كانت كتيرة قوي في المركزين دول. شايف أداء خط النادي الأهلي، وحضرتك طبعا مدافع عظيم وعندك تجارب كبيرة جدا وخاصة في قلب الدفاع، شايف خط ظهر النادي الأهلي ازاي، وخاصة السردباكين يعني؟ لا الأداء اتحسن بشكل كبير الحقيقة، بس كان في دفاع طبعا، كان في مشاكل انا شايفها برضو. بص يا كابتن، هو طبعا في مشاكل بتبقى يعني تصحيحها بتبقى مشكلة عند المدير الفني وعند المدرب، وفي أخطاء بتبقى ممكن نجع تكتيك، ان هو التحرك، التمركز، حاجات سهل علاجها. فانا شايف الحاجات اللي هي كان مؤثره بشكل كبير في اداء النادي الاهلي، وكانت في نفس الوقت كان سهل علاجها، في التمركز مش عارف الوضع جسمك التشريحي، مقابله المدافع، الالتحام مع ايه، المسافه بينك وبينه قد ايه. غير ده اعتقد كمان غير ده كابتن، اجاده خط الوسط المدافع ويانج وعمرو السوليه وحمدي فتحي، ده بيتساعد كمان طبعًا بشكل كبير على طبعًا ان مفيش حاجه بتروح. احنا كنا سردباكات دايما نقول للناس اللي قدامنا خلي بالكم انتوا حائط الصد الاول طبعًا يعني. طبعا طبعا هو ده منظومه يعني بتحصل لكل اللاعبين الحقيقه، واعتقد في تحسن كبير واضح. طبعا كابتن اتفضلي. كابتن محمود، حضرتك ذكرت ان في يمكن اخطاء ممكن مع الوقت يتم فعلا علاجها او تصحيح وضعها، لكن النهارده حتى خط الدفاع كان بيعاني من يعني مشكلات او ازمات خارجه عن ارادته، الاصابات، الغيابات كانت في خط الدفاع تحديدا بشكل كبير، ويمكن ده اللي اثر على يمكن فرقتنا شويه، لكن ما اثرش على مستوى النتائج، يعني بدليل ان احنا النهارده يوم السبت هنلعب مع طلائع الجيش، والمنافسه المحليه محسومه او حسمت يعني. فانت النهارده كان عندك مشاكل بس كانت كلها خارجه عن ارادتك تقريبا يعني. هو طبعا المفروض يعني الفرق الكبيره حتى لو في غيابات اعتقد المفروض البدلاء دول يكون في مستوى متقارب، دايما يبقى في تنافس. يعني حتى ما بنيجي نعمل فرق كبيره بتيجي تكون فرقه وعندها مشاكل في بعض المراكز، بتجيب عناصر بتبقى قريبه من الرجل الاساسي في المركز ده، عشان التنافس ده هو العنصر الاساسي بيرفع المستوى. الاثنين لو في مثلا اثنين في مركز باك رايت مثلا، قرب المستوى بينهم من بعض الحقيقه بيرفع من مستوى التنافس، وبيخليهم دايما في حاله جيده. في حاله غياب حد اساسي اذا كان هو محسوب اساسي في هذه الفتره والبديل بيجي ليه دور مثلا بيشترك بيأدي تقريبا بنفس المستوى او مستوى متقارب، فدي الحمد لله انا بعتقد يمكن احنا وصلنا لها، المراكز تقريبا متغطيه بمدلاء جيدين الحقيقه. فيعني حتى لو في حد غاب من الناس الاساسيين بعتقد مش هيبقى في مشكله، خاصه حضرتك بتتكلم على الاثنين، وانا يعني
اتنين لازم يكون فيهم التفاهم واضح. حضرتك لعبت في مركز السردباك، شايف لغة التفاهم والأداء الجيد بالنسبة لأيمن أشرف وياسر إبراهيم، وصلوا لمرحلة التجانس الكامل إن هم عندهمش خلاص تمام. مشكلة اللي كانوا بيعانوا منها يمكن في الأوائل شوية تمام بس هي المشكلة برضو يا كابتن الاستمرارية، يعني الاستمرارية في هذا الأداء مزبوط. الجيد مزبوط. يعني أنت مش هتأدي طبعا لو بتلعب 10 مباريات متتالية مش هتقضيهم بشكل ممتاز، بس على الاقل يعني نسبه ادائك 80-90% بتبقى بشكل جيد. ودي دي بترجع بقى للاعب، سواء يحافظ على نفسه في التدريب وداخل الملعب وخارج الملعب، كل لاعب عارف ايه اللي هو ايه اللي هيوصله لافضل حاله ليه. فمهم جدا التركيز ومهم الاهتمام، وهدفك حطه قدام عينيك انك تلعب، اذا كان انت بتوصل حتى على المستوى المحلي هدفك بعد كده تلعب على المستوى الدولي وكل دور في المنتخب مصر. طبعا طبعا الطموح هو طبعا بيجي بالتدرج، ولازم دايما انت بتسعى تحقق اللي انت محققتهوش يعني صحيح. ودايما اللعيب اللي بيستمر فترات طويله دايما اللي هو بيدي نفسه دايما درجه اقل من المستوى، يعني هو اللي بيدي 8/10 هو بينه، يعني بيجي يقيم نفسه تقييم ذاتي يدي نفسه مثلا 6/10 5/10 عشان دايما يحافظ على المستوى ده. دايما اللعيب الكويس اللي هو اداؤه قد لو في ثناء عليه من الجهاز الفني او من الجماهير، يا كابتن هاني انت عملت ماتش كويس، وانت اكيد مريت بالتجربه دي طبعا سواء هنا او في الاحتراف، انت مع نفسك ممكن حد يقول لك انت كويس بس انت مش مقتنع، انت احساسك عندي افضل دايما عندي أفضل. عندي عندي احساس ان انا لازم ادي افضل ولازم التمرين يبقى اكتر بالظبط، وطموحك اعلى من كده وانا مش عاجبني ادائي كده. لازم اللعيب، وفي لعيب يبدي دايما يدي نفسه درجه اعلى من الاداء اللي هو ادى بيه، وده ما اعتقدش انه هيستمر. فدي نقطه مهمه جدا، كل اللعيبه الكبار اللي كملوا سنين طويله باداء بشكل جيد على المستوى المحلي والدولي في فرقهم، الحقيقه هو كان بيبقى يعني شخصيته كده دايما يدي لنفسه درجه اقل عشان دايما يسعى ان هو يكون في افضل حال. من الملاحظ من وقت يعني قدوم موسيماني انه بيحافظ على ثبات التشكيل، تفتكر في طلائع الجيش ممكن يثبت التشكيل اللي هيلعب بيه ونعتبرها برضو بروفه كبيره للي هيحصل يوم الفاينل، ولا يعني بيفضل موسيماني في التوقيت ده انه يعني يخبي اوراقه ما تطلعش؟ هو طبعا احنا مرينا بالظروف الاستثنائيه السنه دي في على المستوى المحلي المستوى الافريقي. لا ما اعتقدش هو هيبص يعني بشكل جماعي، يعني يحط حل جماعي، انا اركز على اللعيبه الاساسيين ولا اريح الاساسيين. اعتقد كل مركز ولظروفه، يعني في لعيبه دلوقتي بتادي بشكل اساسي ممكن تكون كانت بعيده عن الاشتراك في المباريات، لا اديها عشان احافظ على المستوى على ادائه. في لعيب ممكن ادى بشكل كويس وأدى موسم كبير واشتراكه نسبة اشتراكه كانت كبيرة جدا، لا أنا أجي في طلع الجيش أديله يعني أريحه. على سبيل المثال ممكن يدي مثلا إليو ديانج مثلا علي لطفي مثلا، ولا أنت بتقول حراسة المرمى لازم يكون الشناوي؟ لا مش يعني شرط. ممكن يدي علي لطفي المباراة ويبقى الشناوي مريحه، ولا أنت برضه أنت اشتغلت أنت مدير فني كبير، الحسابات النهائية بتبقى مختلفة، وخاصة مباراة نهائية نوك اوت، يعني حتى ما فيش ذهاب وإياب، فالتحضير للمباراة النهائية تفتكر إن ممكن موسيماني في بعض المراكز زي ما أنت بتقول يا كابتن يقول لك كل مركز ليه حل خاص، ليه حالة خاصة. اللعيب دوت مجهد راجع من إصابة لا قدر الله في إجهاد مظبوط، فيبقى يحط البديل، بس كل تفكيره وكل تخطيطه هي المباراة النهائية ما فيش شك طبيعي. بس انا بقول يعني في احيان بتيجي ظروف يقول لك ايه لا نريح اللعيب الاساسيين ونلعب مثلا بمجموعه 7-8 من البدلاء. اعتقد هو مش هيفكر كده، هو هيفكر زي ما هياخد كل حاله لوحدها. يعني حضرتك ذكرت نقطه مهمه جدا اللي موضوع اللي هو الشناوي مثلا محمد الشناوي، لا انا شايف يلعب بيأدي يلعب في طلائع الجيش، لا الحارس ما يبعدش انا يعني دي نقطه يمكن يعني الكابتن عارف يعني في بعض المدربين بتقول لك الحارس ما يعني ما يخرجش من تحت الثلاث خشبات عشان حديد. ده مركز في حساس في استمرارية يعني ممكن ينزل علي لطفي، يعني ممكن الشناوي مثلا يشتغل 45 دقيقة او يدي علي لطفي يعني 45 دقيقة يعني ولا ممكن. يعني بس انا شايف احتمالاتنا احنا يعني احنا بنفكر بصوت عالي يعني ما انت بقى اللي بيخليك تاخد يعني انا بقول رايي باحساسي يعني هو كابتن محمود رايه انه يلعب الشوطين يلعب المباراة كاملة انما إليو ديانج لازم يريح ما يلعبش عشان مجهود البدني عمل مجهود كبير قوي واعتقد غيابه عن المباراة مش هيأثر، انما الحارس المرمى ويدخل حمدي فتحي بقى ياخد كمان عشان حمدي
ممكن يحتاجه لاي بالزبط. ظروف بالزبط. حتى لو بديل يبقى بس هي اللي تعرف حراسه المرمى محتاجه عامل نفسي اكتر يعني استعداد نفسي اكتر فما بعدوش لا خليه يعني لا مباراه مش نهائيه ممكن فاهم وجهه نظرك لكن دي مباراه نهائيه ومحتاج ان هو يعني يثبت الثقه فيه وهو كمان عشان هو ياخد ثقه اكتر والبوزيشن ويبقى اختبار كويس يعني بالظبط عارف لو في مباراه محليه بعدها ممكن اريح خالص الشناوي ويبدا ده يعني تمام ماشي. لا انا كنت عايزه اسال حضرتك ازاي هو ممكن يستفيد ايا كان بالتشكيل اللي راح يلعب بيه موسيماني ممكن ازاي يستفيد من مباراه طلائع الجيش للمباراه المهمه يوم 6 نوفمبر قد يكون هو في تفكيره في التشكيل ما طبعا هو بيدرس الفرق المنافس أكيد. وعلى هذا الاساس في احتماليه ان هو يكون في تغيير في التشكيل عن مباراتين بتوع الوداد دول احتمال لا طبعا مش عارفين تفكيره لو هو شايف كده يبقى لازم اللعيبه يلعب المباراة اللي جايه وركز عليه احنا مش يعني مش هنقدر نعرف كل تفكيره او كل اللي في دماغه بالظبط اكيد يا كابتن يعني بس ممكن يعني احنا لو فكرنا بصوت عالي ممكن يقول لك على سبيل المثال مثلا قفشه برضو من الناس اللي عملت مجهود كبير جدا فممكن لازم يريح الماتش الجاي يريح مثلا ويبقى وليد سليمان بديل ولا يعني ما هو احنا بنفكر بصوت عالي ممكن يكون وليد سليمان عشان برضو وليد شارك في جزء صغير من المباراه فندي وليد مثلا من الاول نديله 60 دقيقة وبعدين ممكن قفشه يلعب في الآخر أحمد الشيخ موجود كهربا مثلا على سبيل المثال يا ترى هيدفع كهربا مكان أجايه لأن أجايه عمل برضو مجهود كبير يعني برضو تمام الخط حتى لو هنحلل لو احنا هو ليه رؤية مين اللي هيبدأ بيه يعني هو أفضل تشكيل عنه تمام يعني ممكن لاعب يستبعده خالص يريحه خالص وارد هي عايزة تحليل فني كويس تحليل فني لاداء اللعيب وحالته و وفي نفس الوقت لازم يفكر في المنافس اللي قصاده غالبا هيكون الزمالك المباراه النهائيه المباراه النهائيه مش مباراه الدوري هي مباراه الدوري احنا متفقين ان هي تبقى اعداد للمباراه النهائيه في لاعب ممكن في تفكيره احيانا انت عارف حضرتك ممكن ظروف المباراه بتخليك تغير مظبوط واحيانا المدرب بياخد قرار لا انا مثلا قفشه مجهد شويه انا هدي له نص ساعه مهما كان ظروف المباراه مظبوط القرار مسبقا يعني مهما كان ظروف المباراه بس دي بتيجي في الظروف اللي زي دي يعني انت مش في احتياج للمباراه وبتعد المباراه ما بعدها ده حاجه دي حاله كويسه احنا وصلنا لها يعني طبعا زي مثلا يعني حاجه في ذهني برضو الاداء الفوز الخارجي ده برضو خلاك تلعب بشكل كويس انك تهتم بالجانب الدفاعي وتعمل زون ديفنس لان هيبقى فيه مساحات وانت عارف ان هيبقى شكل الاداء بتاعنا كلها هجمات مرتده يعني شكل الاداء وشكل الخططي واضح ايه اللي هيتم عشان دي مباراه العوده يعني اختلف الاداء ده عن وجود فايلر اختلف الاداء ده في عهد موسيماني دلوقتي عن فايلر هو طبعا في جزء في فتره كده فيه حصل هبوط في مستوى الاداء في بالنسبه للاعبي بعد العوده يمكن حصل فيه هبوط وده وضع طبيعي بعد كورونا يعني بعد التوقف الطويل ده بالظبط وده كان وضع طبيعي انما انا شايف الحاله النفسيه والله اعلم برضه هو في ارتياح للعيبه للموسيماني انت بتحسها يا كابتن وانت بتحسها من خلال انت كنت لعيب وعارف اداؤه في الملعب عامل ازاي ثقته في نفسه تعامل مع اللعيبه بعد المباراه كانه بقاله فتره طويله موجود معاهم في احساس انت ممكن حتى يعني لو حد قال لك انت طب انت بتحقق انت ليش عربك انا الاحساس ده هو بيجي كده انا ما اعرفش اشرحه بالظبط ما اعرفش اشرح هو الاحساس ده جالي ليه انا حاسس ان مثلا الكابتن هاني مبسوط حضرتك مبسوطه يعني هو احساس واصل لحتى بيوصل صائب عموما يعني يا كابتن لا مع الخبرات مع الاحساس لعيبه الكوره بتحسها اكتر مع الخبرات طبعا واللي مر بنفس التجارب ونفس الظروف في نادي كبير احنا النادي الاهلي كنا زي اللعيبه ديت بتحس يعني هيوصل لك الاحساس ده الاحساس ده وصل من خلال انا في اعتقادي الشخصي اداء الاثنين السدباكين مختلف شويه طبعا انا شايفه في اداء مروان شايفه بالاكتر اداء قفشه شايفه كمان ودي هتكلم مع حضرتك فيها شخصية المدرب اللي هو على الخطوط شخصية المدرب خارج الخطوط في مدرب بيبقى واقف ساكت وده كانت يمكن أواخر فايلر شوية كان فيه هدوء واضح جدا رغم الأداء كان سيء لكن مفيش تعليمات مباشرة شايف شخصية موسيماني تحلله ازاي على الخط كمدير فني واقف على الخط هو ليه عدة عوامل طبعا أهم حاجة موضوع الثقة المتبادلة بين اللاعبين
وبين الجهاز الفني او المدير الفني بشكل خاص. دي اكيد يعني زي ما قلنا في بدايه حديثنا ان هي تمت بشكل سريع جدا جدا، ودي لعده اعتبارات، منها هو الراجل هو اللي سهل المهمه كابتن محمود. طبعا. يعني هو اللي بس هو كان اعتقد يعني حلم كبير بالنسبه له ان هو حققه، عشان كده سهل المهمه بالنسبه له، الاحساس ان هو يدرب النادي الاهلي ده حلم كبير ان هو يحققه. ده اداله ثقه كويسه في نفسه، وزي ما قلنا برضو في خلال حديثنا ان هو اسمه وتاريخه مع بلده ومع المنتخب اعتقد دي بتدي ثقه متبادله. مظبوط. اسلوب التعامل ممكن في فتره صغيره اسلوب التعامل يكون برضو ليه تاثير كبير الحقيقه. يعني الحمد لله كل شيء ده اجتمع، كل اللي احنا التاثيرات الايجابيه كانت موجوده بين اللعيبه وبعضها وبين اللعيبه والجهاز الفني، وده من حظنا الحمد لله. نتمنى اهم حاجه بقى الروح والشكل الاداء دوت والمستوى العالي اللي بنلعب بيه. احنا الفرقه اللي عايزه تاخد بطولات على الاقل عايزه على الاقل ال 11 لعيب يبقى في 8 9 في قمه ممكن طبيعي صعب ال 11 يبقوا في التوب فورم يعني، انما ما بقاش العكس، ما بقاش 2 لعيبه 3 لعيبه في افضل حالاتهم وفي 8 لعيبه خارج حالاتهم. دي فرقه ما تحققش بطولات. نتمنى دي. احنا طبعا احنا فعلا واصلين للدرجه ديت ان احنا الحمد لله خلال الماتشين اللي فاتوا عندنا اكبر عدد من اللعيبه مستوى هايل. ذكرنا كذا اسم يعني. عايز الرجاء ولا الزمالك؟ لا الرجاء اسهل طبعا بس صعب. صعب بعد هزيمته يعني، بس هو الرجاء كمستوى يمكن افضل، انا شايفه هو افضل من الوداد على المستوى الفني يعني. المستوى الفني والاداء يعني، بس طبعا وصوله النهائي بقى صعب يعني. لا الرجاء هيكون اسهل طبعا مفيش شك. التوتر والقلق والحاجات دي الضغوط هتبقى اقل على لعيبه النادي الاهلي. اسهل من ناحيه انا شايف ان النادي الاهلي دلوقتي بقى نادي مرعب بصراحه يعني. ممكن كنت اوافقك الراي شويه في اواخر او اواخر فايلر والاداء ما كانش كويس وبعض المشاكل، لكن في اعتقادي الشخصي بعد يعني اللي بيقول اللي بيخليني اقول الكلام ده اداء الماتشين اللي فاتوا بجانب ادائنا في الدوري مع موسيماني. لا اعتقد النادي الاهلي ما هو اللي خوف حضرتك. هو خوف اي حد بصراحه. كلام حضرتك انا مخرج النادي الاهلي. احنا حاصرين ال لا انا بقول لك التقييم 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 بين الرجاء وبين اللي انت حضرتك بتقوله ده طبعا كله تمام الحمد لله، بس انا لما حضرتك ما قلت لي السؤال انا بفكر في الرجاء والزمالك ايهما هيكون اسهل. ازاي الجهاز الفني للاهلي يفكر انه يجهز اللعيبه للمباراه النهائيه؟ هو طبعا من خلال التدريب مفيش شك، من خلال المباراه اللي اتكلمنا عليها مباراه الحرس في اداب لسه مش عارفين مين يعني. ما في اداب برضو بيبقى خارج الملعب، محاضرات بيوريهم فيديوهات في اخطاء في حاجات عايز يعدل فيها، وده بيتم بشكل كابتن هاني طبعا عارف بيتم بشكل فردي وشكل جماعي. انا عندي مشاكل فرديه قد يكون صعب اتكلم فيها مع اللاعب قدام زملاته، لا باخده وبشرح له كذا واريله الفيديو. في وسائل كتيره، واعتقد دي يعني الحمد لله مش احنا ما عندناش مشاكل كتير بالزبط. اعتقد فما يكون عندك مشاكل قليله فالتركيز في تصليح الاخطاء هيبقى في تركيز وهيبقى مؤثر. صحيح. انما لو مشاكل كتير عندك هيبقى صعب انا احل ايه ولا ايه يعني حاجات نفسيه حاجات في المستوى في الاداء الجماعي مشاكل في الدفاع مشاكل في الجانب الهجومي هتبقى الدنيا صعبه. انما احنا الحمد لله مش مشتتين برافو عليك هو التعبير ده كويس. ان تصليح الاخطاء فيه حاجات بسيطه تعديلها هيبقى سهل، ودي بتخلي اللعيبه اكتر تركيزا واكتر ثقه في نفسه. انا كل ما يعني اللعيبه عنده اخطاء كبيره وتكلميه على اخطاء كتيره ممكن تاثر نفسيا عليه. كنت بتساعد زي كابتن المباراه النهائيه اكيد عدى حضرتك مباريات نهائي كتير جدا، كنت بتحض او الفرقه او حتى على المستوى الشخصي الكابتن محمود صالح وحضرتك كنت لعيب كبير وكنت في بوزيشن مؤثر جدا، كنت بتستعد ازاي لمباراه النهائي على المستوى التدريب على المستوى الذهني بتفكر ازاي؟ هو انت بتحاول بقدر الامكان تحافظ على مستواك وتأدي بشكل في التدريبات تركيز كويس جدا، سلوكك خارج الملعب برضو لازم يكون متوافق انك راجل رياضي وتحافظ على نفسك، ودي طبعا تحط تحتها لا تقل اهميه عن وجودك في الملعب طبيعي. تتمرن ساعتين وعندك 22 ساعة في اليوم خارج الملعب أكيد. فهي لا تقل أهمية عن الساعتين بتوع بتبقى متواجد بشكل أساسي عايز تحافظ على لازم التنافس شريف بينك وبين زمايلك عايز تبقى أنت الأساسي وأنت اللي تلعب وأنت اللي تأدي ودايما حالتك فورمتك الرياضية دي بتديك ثقة كويسة بتقابل الخصم إذا كان أنت عارفه أو شفت من خلال الفيديو أو
في يعني بتعيش الماتش يعني من بدري طبعا يعني. طبعا طبعا وتفكيرك انت طول الوقت بتفكر واذا كان تتغير المباراه بتتغير بالظبط. برافو عليكي برافو. في مواقف معينه انت اخطات فيها تحاول تعيدها في ذهنك اعتقد الفيدباك يعني التغذيه الرجعيه عشان يبقى رد فعلك سريع في المباراه ومبقاش متوتر وفي الثقه بتخليك والتركيز زي انت الحاجه بقى انت مثلا بتباصي بشكل كويس مع التدريب وتتحسن بتبقى العمليه شغاله بشكل اليه بالظبط يعني ما بتاخدش وقت بالتفكير على طول تلاقي رد فعلك سريع. كل دي حاجات طبعا مع تركيزك مع التعليمات اللي بتتقال لك حتى اللي بتتقال أنا ممكن مثلا هاني معانا وممكن هو في مركز غير مركز برضو احنا بنتبادل الاراء مع بعض دي نقطه مهمه. وكان دايما انا فاكر حتى لما بدانا كوره وكان موجود بقى كابتن ثابت الله يرحمه وكابتن اكرامه وكابتن خطيب وكابتن مصطفى عبده والنجوم كلها الحقيقه كان دايما يقعدوا معانا بعد المحاضره ويقعدوا راينا والفرقه كذا ولازم نخلي بقى دي كان ليها تاثير كبير سواء في مجموعات او التيم ككل. كنت اسماء ذهبيه يا كابتن محمود. والله العظيم. ومعانا برضو واحد كده اسمه من ذهب اسمه وليد صلاح الدين على التليفون. ازيك يا كابتن والف الف مبروك كابتن وليد. الو ممكن حضرتك تتحرك شويه عشان الشبكه. لا تتحرك كتير. ده انت تقفل وكلمنا تاني. هيكلمنا تاني اكيد كابتن وليد. مش هيدخل لنا كمان شويه. طيب. وليد مره بعد فيديو كده عن على الجروب بتاع فرقه الشمس بتاعتنا. ايه اللعيب ده انا ما كنتش بتفرج عليه ولا ايه؟ غير عادي. وليد طب مهاريا احنا على الهوا؟ احنا على الهوا. على الهوا طبعا. فده حضرتك انا فوجئت انا كاني ما اتفرجتش عليه قبل كده غير عادي. لا وليد من اللعيبه المهاريين غير عادي حقيقي. سرعه ومراوغه برجل يمين ورجل الشمال حاجه غير طبيعيه. ده حقيقي ده حقيقي. كنا انا جات لي فتره بعد ما بطلت فكنا بنتمرن بقى شغالين في التدريب فدايما الاوقات ما كانش بقى في الماتشات اللي بالليل دي كانت قليله قوي فكان دايما ميعاد المباريات ولا في ماتشات بتتعاد ولا حاجه فمشاهدتك ومتابعتك للدوري واللعيبه بتاعت النادي كانت محدوده شويه. محدوده بالظبط. انا فوجئت بالفيديو ده لكابتن وليد. هو سمعك غير عادي غير عادي. سمعك. طب قول له الو يا كابتن محمود. الو يا كابتن وليد. حبيبي ازيك يا حبيبي. حبيبي يا كابتن كل سنه وانت طيب. انت ما اعرفش سمعت ولا لا سمعت الكلمتين دول. بحكي لهم كنت بعت انت فيديو على الجروب بتاع فرقه الشمس. يا كابتن الخط قطع قولهم تاني. سامعني؟ بيقول حضرتك قولهم تاني. قولهم تاني. ما سمعش. كابتن كنت بعت فيديو على الجروب بتاع فريق الشمس. لقطات ليك. ايه ده؟ ايوه صح. ايه ده؟ ايه الاداء ده؟ انا انبهرت. والله راجل محب للنادي الاهلي الاول. مساء الخير يا مساء الخير يا وليد منورنا. اخبارك ايه؟ دكتور محمود حبيب. الله يخليك يا كابتن. والله ده واحد عاشق للنادي الاهلي. يا اخي راجل جميل كل شويه يروح مختار نجم كده يروح منزل له اهداف حاجه جميله ما عنديش انا ولا كورنر حتى. لا الاداء انت فاكر الفيديو انت عارفه اكيد بعته. يعني للزملاء على الجروب بتاع يعني. فريق الشمس. هو كابتن محمود اتخض بصراحه يعني هو يعني بيقول لك هو يعني طبعا عارف انك لعيب كويس لكن اتخض من كم المهارات وال يعني حاجه غير طبيعيه. الحمد لله يعني انت من انا شايف ان انت من احسن اللعيبه اللي جت في تاريخ مصر. ربنا والله بدون مجامله يا وليد. بس ده حقيقي. ما كنتش بعرف ارقصه انت والله. والله يا كابتن محمود يسيبك تستلم وبعدين يقف ما تعرفش. فاكر فوق الجوع اللي بيتحط دوت وخلاص الحيطه بتتحط. بالظبط كده. مبروك يا كابتن وليد. وان شاء الله عقبال النهائي يا رب نفرح بيه هنا في بيتنا الكبير. عايز تقابل الرجاء ولا الزمالك؟ يا رب ان شاء الله. مبروك على كل الاهلاويه. لا طبعا عايز اقابل الزمالك يعني ان شاء الله كل التوفيق لنادي الزمالك في مهمته مع الرجاء ويا رب ان شاء الله النهائي مصري خالص وتبقى حاجه جميله جدا ان احنا ان شاء الله نكسب المباراه النهائيه من نادي الزمالك نقول المنافس التقليدي وتبقى حاجه جميله ونبقى متسيدين عرش افريقيا يعني حاجة جميلة لما يبقى نهائي دوري الأبطال لأول مرة في التاريخ
بين ناديين مصريين. صحيح، هتكون من نوع خاص، حتى الفوز يعني بيها ان شاء الله يكون برضو من نوع خاص. والله ان شاء الله باذن الله. يعني الله. كمان والله انا من خلالكم حتى كمان اتمنى الدكتور محمود وكابتن هاني وحضرتك تتبنوا فكره مبادره ان احنا ان شاء الله باذن الله بعد ما نادي الزمالك يوصل تبقى مبادره لنبذ التعصب، مبادره لان الاهلي والزمالك دول الكبار بتوع افريقيا. ان شاء الله باذن الله تبقى مباراه جميله، ويا رب انا اتمناها بحضور الجماهير. يا ريت يا ريت الكاف طبعا هيوافق. هيوافق طبعا 100% الكاف نفسه المباراه النهائيه يبقى شكلها كاحسن ما يكون. احنا لو الناحيه الامنيه وافقت ولو اللجنه الخماسيه اقرت حتى لو 2000 و2000 حتى 1000 و1000 ويبقى في تباعد وتبقى مباراه نهائيه تليق بقطبي الكره المصريه. بس كابتن وليد لما تتكلم عن حضور الجماهير ما تتكلمش في اقل من 10,000، وانت عندك استاد القاهره كبير يعني يساعد ده، وتقدر تعمل التباعد الاجتماعي ده بشكل يعني صحيح وتطبقه بشكل جيد. والاجراءات الوقائيه يعني شايفين النهارده يعني ازاي وزاره الشباب والرياضه بتطبق البروتوكول ده على اكمل وجه، ما احنا جربناه في الدوره اهو لما رجع. فانت خليني اتفق معاك. ليه 1000 و1000 ليه؟ عايز ابقى مطمن زياده في الدخول وفي الخروج وفي يعني انا عايز بس حابب ان يبقى في هي فكره ان في صوت يا وليد صوت إيه؟ صوت الجماهير حتى الفيدباك صوت وشكل صوت وشكل وفرقه بيساندها جمهورها بتدي رد فعل للعيبه في الملعب يعني ده مهم. طب انت قلت كلمه مهمه الكاف هيوافق طبعا 100% الكاف ده الكاف اللي هيطلب مننا. الكاف يتمنى المباراه النهائيه بجمهور على مدار التاريخ حتى دايما لازم قبل النهائي والنهائي يتلعبوا بجماهير. ايوه بس انت في ظروف استثنائيه ممكن يرفض يعني هو ممكن لا يعني هو ممكن الكاف هو يحب كده طبعا واحنا كمان نحب كده، لكن الظروف ظروف الكورونا والاجراءات الاحترازيه ديت بتفرض نفسها يعني بتفرض نفسها بشكل كبير. احنا نتمنى والكاف يتمنى وان شاء الله لو تم ده احنا كلنا هنكون مبسوطين. يعني انت بتتكلم في عنصر مهم جدا غاب عن ملاعبنا، واعتقد وجوده في الملعب زي ما بنقول هيدي رونق خاص وطبع خاص للمباراه النهائيه، خاصه ان شاء الله تكون ما بين النادي الاهلي والنادي الزمالك. خلينا اسالك يا وليد على مباراتي الوداد، يعني المباراتين بتوع الوداد انت شايفهم ازاي، ومباراه طلائع الجيش يا ترى تكون استعداد وبروفا للمباراه النهائيه ولا ممكن تكون يعني ليها حسابات مختلفة؟ يعني أنا الحمد لله بعد مباراة الوداد الأولى يعني طلعت وعندي فيديو مسجل قلت بالضبط كده النادي الأهلي إذا لعب المباراة الثانية بجدية الوداد هيزعل وهيزعل قوي، وكنت متوقع بصراحة نتيجة 4 أو 5، يعني كنت شايف فرق الإمكانيات كبير قوي من مباراة الذهاب واضح جدا، واضح إن الفرقة يعني بلغه الكوره كده كابتن هاني يا كابتن محمود فائت مع مستر موسيماني. خلاص اللعيبه متحرره في الملعب، اللعيبه كلها بتادي بشكل رائع، كل اللعيبه مستواها عالي جدا، فبالتالي كنت متوقع ده، وكنت متوقع ده يعني اكتر من كده كمان. يعني حتى حضرتك كان ليا مداخله برضو واتقال لي ان النادي الاهلي ممكن يعمل نفس اللي عمله، قلت لا الاهلي هيعمل نفس اللي عمله واكتر. دي نتيجة طبيعية جدا 5-1 وإن كانت غير متكررة في مباريات قبل النهائي، لكن النادي الأهلي عملها بشكل كويس قوي، كان يقدر يزيد حصيلة الأهداف، لكن الحمد لله. مباراة طلائع الجيش أظن إن لازم المستر موسيماني أو الجهاز الفني يحط خريطة كده كابتن هاني، يدي كل الناس اللي محتاجة، يعني واحد زي كهربا برضو مشاركاته قليلة يلعب، واحد زي صالح جمعه ممكن تحتاجه في بعض اوقات المباراه يبتدي، واحد زي ممكن بدجي من الاول مظبوط ياخد نريح آلي ديانج وندي حمدي فتحي مثلا يبدا بحمدي فتحي على سبيل المثال. جدا ممكن في عنصر انا من وجهه نظري غايه في الاهميه اللي هو محمود وحيد الباك الشمال طبعا، ممكن احمد فتحي ما يبقاش معاك في المباراه النهائيه ضد الزمالك مثلا، اكيد فهتبقى محتاج ان لازم البديل بتاع علي معلول رجله في الملعب. صحيح، ففي اماكن اظن انه فرصه ومباراه ان شاء الله تتويج النادي الاهلي ببطوله الدوري ويتسلم الدرع ان شاء الله في الاستاد،
وتبقى تجربه كويسه ان شاء الله. ان شاء الله, إن شاء الله. باذن الله تكون تجربه كويسه وتكون استعداد ده ان شاء الله للمباراه النهائيه يوم 6 نوفمبر, ده الشاغل الاساسي, وان شاء الله باذن الله بقى نفرح يوم 6 ان شاء الله كابتن وليد, وتشرفنا وتنورنا وتحتفل معانا هنا في البيت الكبير ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله, الشرف ليا يا كابتن. شكرا, شكرا كابتن وليد صلاح الدين, شكرا جزيلا. تعليقك هو قال النقطه اللي احنا بالظبط, لكل مركز ليه قرار لوحده بالظبط. ده في النقطه دي, وكمان اكد كلام حضرتك ان في اللعيبه مرتاحه في الملعب, ان في يعني واضح ان اللعيبه كلها بمستوى متميز ومرتاحين بلغه الكوره كده في الملعب. المهم الحفاظ بقى على الاداء والمستوى ده ان شاء الله, ده يكون يعني باذن الله ان شاء الله باذن الله. في حد من اللعيبه في دماغ حضرتك يا كابتن محمود تحب توجه له رساله بشكل خاص؟ يعني في حد من اللعيبه اللي حضرتك شايفهم لا محتاج ان انا اقول له حاجه, يعني عايز اكلمه واقول له رساله معينه, في حد يعني في من اللعيبه اللي كابتن محمود صالح نفسه يوجه له رساله بالتحديد؟ بس على هواك هتبقى صعبه يعني لما نقولها يعني ايه صعبه؟ ليه صعبه؟ لا لو انتقاد بشكل ايجابي يزيد من قدره اللاعب يا ريت, ما بالعكس. لا انا يعني انا اتمنى يعني وده يعني الموضوع ده يعني مسؤول عنه الجهاز الفني واللعيب. دايما الاخطاء الفرديه مهمه تتصلح, نقطه مهمه جدا الاخطاء الفرديه لازم يتركز عليها بالظبط. تمام بالظبط. احيانا اللعيب بيأدي وعنده اخطاء سواء في التكتيك او يعني في الاداء المهاري يعني ممكن هو ما يكونش واخد باله منها. تمام, فلازم ده دور بقى الجهاز الفني واكيد الجهاز الفني بيعمل كده, بس اللعيب لازم يستوعب الكلام ده ولازم ينفذه. يعني انا يعني كابتن محمود عايزين تدخلوني في حته لا مش عايز خالص, احنا بنتكلم هو كابتن محمود يعني اقولها لك, في ساعات في لغه الكوره كده بيقول لك لما الفرقه بتكسب الاخطاء ما بتكونش باينه, فيعني فمش عايز تضايق حد. لا يعني مش كده, مش عايز اضايق حد, هو قال مش عايز اضايق حد, انك انت حتى في وانت بتكسب وبتكسب بشكل كويس لا انت عندك اخطاء, فالاخطاء دي التفاصيل الصغيره لازم تتعالج وبتتعالج سريعا يعني بالظبط, ولازم اللاعب هو يكون هو يعني ترمومتر نفسه بالظبط. ترمومتر بالظبط, هو عارف اخطا في حاجات مش هيقدر يحللها بشكل كويس ده دور الجهاز, بس في حاجات بتبقى واضحه هو عارف اخطا فيه, اداؤه بطيء, رؤيته مش كويسه, رد فعله يعني حاجات كتيره قوي, هو اللاعب لو ما وصلش للثقافه الذاتيه بتاعته وان يقدر يصحح اخطائه بنفسه ويقدر يحددها ويقدر يقيم اداؤه هتبقى مشكله. انا شايف اللعيبه اللي فشلت هو ما عندوش الحته دي, يعني ما يقدرش يقيم نفسه بشكل كويس. حتى لو كان موهوب يعني حتى لو كان موهوب ممكن يوصل لدرجه طبعا من طبعا يعني طبعا بالاحساس بنفسه طبعا. احنا بنوجه كلامنا للموهوبين يعني للموهوبين طبعا. في لعيب عارف اخطا يخرج من الملعب تمام يا كابتن, وفي لعيب عارف لا غلطت في دي وفي دي وفي دي وفي دي. لا كابتن محمود, وفي موهوب مش عارف قيمه نفسه برضه طبعا. لا وفي موهوب مش عارف قيمه نفسه طبعا طبعا. انا رايي ان اللي بيصر على النجاح هو اللي بينجح حتى طبعا لو كان اقل موهبه. ما اعرفش تتفق ولا تختلف معايا طبعا. لا متفق معاك تمام. طبعا مش كل اللعيبه دول افضل لعيبه, قد يكون احنا لعبنا قد يكون في لعيبه افضل مننا وده اكيد وما لعبتش في كل المراكز, كل مراكز اللعب في كل الاجيال على مستوى كل المستويات. لو بنتكلم على الموهبه وبنتكلم الموهبه واحده لا تكفي, لا تكفي طبعًا. لان في عناصر اصلا طبعًا. لو كره يعني لو كره القدم او لعب الكوره موهبه كنا نجيب بقى في ناس كتيره جدا عندها موهب لكن ما عندهاش اصرار ولا عندها التزام ولا عندها الشغف للمكسب ولا عندها التضحيه. انت لعيب كوره لازم بتضحي بحاجات كتير جدا علشان توصل للنجاحات ديت, فكل دي عوامل بتأدي للنجاح وبتأدي انك بتظهر كمان موهبتك ده بشكل اساسي يعني بالزبط. طب حضرتك بقى في لعيبه كمان انا بشكل عايز توصل رساله لحد معين؟ لا بس اقول حاجه طيب. اتفضل. في لعيبه يعني مستواها الفني كان قليل او عادي مظبوط, انما يعني جدا مش عايز اقول برضو اسماء. ايوه ايوه. انما لعب بقى اساسي في النادي واساسي في منتخب مصر واثبت وجوده صح, ولعب فترات طويله وبقى ليه تاريخ وبقى ليه تاريخ صح. يعني انا يعني احمد السيد هو نفسه بيحكي القصه دي دايما يحكيها, وهو احنا بندربه في 20 سنه كان دايما اللعيبه كان في مستوى فني او مهاري اللعيبه تتاري عليه,
كنت بقول لهم ده اللي هيلعب وانتوا مش هتلعبوا، وفعلا كانوا بيقولوا له يا ميسي. كانوا بيقولوا يا ميسي، كانوا هو حكاها. يعني اقصد عشان هو انا اقصد عشان عنده اصرار. عنده اصرار وعايز بالظبط. لعب 12 سنه يمكن. صحيح، ده حقيقي، ده حقيقي، ده حقيقي. كابتن محمود انا بشكرك جدا. الله يخليك، شرفتنا في البيت الكبير. انا اتشرفت. دي تاني مره ومش اخر مره. انا سعيد يعني ان انا في بيتك يا فندم، في بيتك باجي سعيد وبمشي سعيد. وانا كنت بكون سعيد جدا على المستوى الشخصي كابتن، انت قيمه كبيره جدا على المستوى الفني وعلى المستوى الخلق. ان شاء الله باذن الله برضو تكون موجود معانا ان شاء الله في احتفاليه كبيره، يكون الكاس يا رب ان شاء الله يكون متواجد هنا معانا ان شاء الله. اتمنى طبعا. نورتنا يا كابتن، نورتنا وشرفتنا. بعد الفاصل نستقبل مع حضراتكم كابتن علاء نبيل، اتفضل.